السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، يسعدني إن أنا أتكلم النهاردة محاضرة معاكم عن الفاكسينيشن. والمحاضرة دي أتمنى إنها تكون مفيدة ليكم، لأن من واحدة من التوبكس المهمة جدا إن إحنا بيهمنا فيها في الأطفال وفي البكالوريوس تبقى فاهمينها إزاي بندي التطعيمات وإيه قيمة التطعيمات. أن دي الحاجة اللي ممكن أي مايكرو أورجانيزم نقدر نوصل ليه لفاكسين، ده أنا ضمنت إن الطفل بقى إميون وأقدر أحميه من إنه يجيب الميكروب ده. وعشان كده الدفتيريا مثلا لما بدأنا نطعم، مفيش عندنا دفتيريا في مصر، لكن في مكان زي اليمن شفنا في حالات دفتيريا لأنه ما بيطعموش بطريقة منظمة. دي بيج ليست من المايكرو أورجانيزم اللي قدرنا نوصل ليها للفاكسينيشن. فيعني تيتنس، ديفتيريا، بيرتس، هيموفيلس انفلونزا، الانفلونزا نفسها، المنجوكوكس، حاجات كتيرة قدرنا نلاقي ليها فاكسينز دلوقتي ونقدر نمنع المرض فيها. طبعا بيبقى الإفكت بتاع الفاكسين حاجات تقعد لفترة طويلة، يعني البرتاسس بيقعد 3 لـ 4 سنين وأحيانا 6 سنين لحد ما يبقى الانتي بوديز تختفي من البلاد او ما تختفيش، ما يبقاش لها افكت كبير كويس قوي. خلاف الانفلونزا هي فتره السيزون بتاعنا بتاع 6 شهور بتغطي لي المرض، تحمي الطفل منه وتختفي. بخلاف حاجه زي اليلو فيفر لما بنطعمه ممكن فور لايف يعمل لي مناعه. المنجوكوكال منها البوليساكرايد تايب ده بيديني مناعه لمده سنه او سنتين، لكن الكونجيجيتد تايب بيعمل لي 2 لـ 4 سنين. موضوع مش يعني انا بقوله واحنا بنشرح لكم مش مهم، بس ايه اللي مطلوب منكم لازم فاهمين بعض الحاجات. كان مرتبط الاوتيزم ان في طلعت ارتكل من حوالي 20 سنة او اكتر شوية عشان تقول الاوتيزم مرتبط بالام ام ار، واتضح بعد كده ان الكلام ده مش حقيقي والتطعيم سيف جدا، اي تطعيم في الدنيا سيف عشان ما نخافش. وربطوا الكلام ده بالانفلونزا ساعات عشان حاجات من اللي بتحفظ المواد الحافظه تبقى موجوده في الجرعات بتاعت الانفلونزا، اللي هي اكتر من جرعه، في جرعات سنجل دوز وفي مالتيبل دوزز، بيبقى في مواد حافظه تبقى مرتبطه وكده. الحقيقه ثبت الكلام ده كله كلام فارغ ومش موجود، كل التطعيمات اللي معروفه سيف خالص. الفاكسين بتشتغل بأكتر من طريقة، ممكن نيوترلايز الأكتيف فيروس زي البوليو، نيوترلايز التوكسنز زي التيتانوس، بطلع في عندي في السيل كومبوننت نفسها بطلع ودي حاجة كونتين بكتيريا السيل وول بتعمل لي وقاية من تحميلي من الميكروب ده زي البرتاسس. حاجة بضيف للفاكسينز أحياناً جزء من بكتيريا ميمبرين مع بروتين، علشان ده بسميه كونجوجيت، ده بيطول لي بينشط لي التي سيلز، لان احنا عارفين الفاكسينز كلها بتشتغل على البي سيلز عشان تطلع لي انتي بوديز. لكن لما بضيف لها حاجه اسمها كونجوجيت اللي هو بروتين معين، البروتين ده بيساعدني ينشط التي سيلز، فذاكره الجسم للفاكسين ده والمناعه بتطول شويه. وعشان كده عندنا ميني كونجوجيتد، المينجوكوكال بقى كونجوجيتد، الحاجات كتيرة من الفاكسينز بتطلع دلوقتي كونجوجيتد، ودي بتساعدنا كتير جدا في انها تخلي فترة الوقاية تطول شوية. دايما لما نتكلم على سايد افكت اوف الفاكسين بصفة عامة في الغالب حاجات بسيطة، ما هياش حاجات شديدة قوي. يعني اللوكال سايد افكت ان الرجل تورم شوية وتبقى حمرة شوية والكلام ده طبيعي جدا. ممكن طبعا لو زادت الحاجات دي في الغالب نتيجه الطفل حرك رجله او ايد مش مظبوطه بتدي الحقنه. الجنرال سايد افكت اللي بتبقى شويه فيفر، ممكن يبقى الطفل مش مبسوط، بيبقى ما بينامش كويس، بيعيط كتير، الحاجات دي كلها جنرال سايد افكت. الكونفالجن ده بيحصل فيري رير، وبالذات مع بعض الحاجات زي الدي بي تي مثلا. عشان كده نبقى حريصين الطفل اللي حصل له حاجه زي كده من فاكسين بنوقف الفاكسين ده ما بنكملهوش. رير جدا ان يحصل لي انافلاكسيس من الفاكسين. هنا المفروض نبقى عارفين ان
لازم بيتفحص الطفل قبل ما يتطعم، الممرضة بتدي الملاحظات، المفروض لو الطفل سخن ما بنطعمش، ما فيش كونترا انديكيشن فاكسين الا اذا كان حصل ميجور سايد افكت منه زي انفلاكس زي كونفالجن زي حاجه زي كده. هنبدا نتكلم على فاكسين ديفتيريا، دي مثلا بتحصل مع الكورايني بكتيريا ديفتيريا، وزي البكتيريا كلها بتبقى الانكويشن بريد صغيره ايام، لكن الفيرال احيانا بتطول، ويبقى زي اي فيفر واي انفكشن بيبقى في الجنرال مانيفستيشن ملاز والفيفر والحاجات دي كلها. الدفتيريا منها انواع كتيره، اللي هي ممكن نلاقي في التونسلز والفرنجيال دفتيريا، لها في الدفتيريا بتطلع توكسايد او توكسنز، ودي يعني بتبقى بتعمل لي سايد افكت كتير اب تو مايوكاردايتس، ممكن يحصل معاها مورتاليتي ريت توصل اب تو 10%. الحمد لله مصر ما فيش فيها دفتيريا، انا شخصيا ما شفتش في حياتي حاله في مصر، لكن لما كنا بنسافر لشهور في اليمن كنا بنشوف حالات كتير. التيتنوس من الحاجات اللي بتبقى الكلوستريديوم تيتيناي، وده ما بيجي ياخد الووند وانيروبيك اورجانيزم، وبياخد انكيوبيشن بريود اسبوع الاثنين، وده مش مريض ينقله، لازم يكون في عندي السبورز موجوده في من السويلز بتاعت الاخراج بتاع الحيوانات، عشان كده موجود قوي كتير في الريف عندنا. ونبقى عارفين ان هو بيعمل لي بروجريسيف ماسل تايتنينج وتريزماس نيك ستيفنس ديفيكالت سوالوينج ابدومينال ماسل ريجيديتي. والنيونيتال بيريود بالذات دي من الحاجات اللي هي لازم ننتبه فيها في الاماكن اللي فيها ريف، ولازم ندي بريكوشنز، وعشان كده بيطعموا الامهات الحمل علشان ما يحصلش الشيء ده. دي صور مختلفة علشان نشوف ازاي السبازم اللي بيبقى موجود في المصل. التاسس ده بيعمل لي سيفير ووبين كاف، وبيبقى معاه فومتنج، حالات منهم بيجي لها نمونيا، واحد لكل 10 حالات، كل 50 حالة بيحصل لي كونفالجن وانسفالوباسي، بيوصف في هي كل حالة من 250 حالة. التطعيم بتاعنا ضد الحاجات دي عندي الدفتيريا والتيتنس والبرتاسس، وبنستخدم دلوقتي في البرتاسس الاسير البرتاسس قيمته ان هو بيقلل الحرارة وبيقلل الكونفالجن، الريت بتاعهم بيبقى اقل، وعشان كده احنا بندي عند 2 4 6، و 12 18 شهر ممكن ندي جرعة ثالثة، وعند 4 سنين بندي جرعة، وعند 12 ل 14 سنة ممكن ندي جرعة كمان، وبعد 7 سنين بندي الدي تي، ما بنديش البرتاسس لأن ممكن يأثر لي على ال بيعمل لي كونفالجن، رغم إن في ريكومنديشن دلوقتي إن في بعض الحاجات بتاعت البرتاسس الأسيلر بالذات في برودكت ليها ممكن يديها بعد 7 سنين دون ما تعمل لي سايد افكت. الكونترا انديكيشن ان ما اديش دي بي تي ان يكون حصل منه سيفير اكشن، اي فاكسين يحصل له سيفير اكشن انفلاكسز ما بدوش تاني، او يحصل منه انسفالوباسي خلال 7 ايام من جرعه اديتها له فما ادهوش تاني، او الطفل ده اساسا عنده بروجريسيف نيورولوجيكال ديس اوردرز بيبقى في خوف عندنا بان هو ديتيريوريت ويحصل له كونفالجن اكتر زي حالات انفانتايل سبازم وان كنترولد ابيليبس. فاهمين اللي بكتب دي تي بي دي يعني الكابيتال ديفتيريا تيتنس برتاسس، الاي لما هتبقى عشان اقول اسيلولر يعني ما السيلز بتاعت البرتاسس بشرة عشان ما يعمليش كونفالجن وما يعمليش الفيفر. لما باجي بدي دي تي ودي تي بي لما بخلي دول يبقوا كابيتال كلهم دي تي بي عشان يبقى دول الفاكسين لإيه، لكن لما اخلي الدي كابيت سمول او البي سمول دي معناها ان الدوز بتاعتهم في قلب الفاكسين نزلت للنص، وده علشان اعمل منها بوسترينج. هنا امتى ما اديش الدي تي بي؟ لو حراره فوق الـ40، لو عندي الطفل حصل له مايلد راوزنس من جرع قبل كده، لو الطفل كان عندي فاميلي هيستوري اوف سيزر او فاميلي هيستوري اوف صادن انفانت ديث سيندروم، لان مسجل مع ان يحصل صادن انفانت ديث سيندروم، فاميلي هيستوري اوف ادفيرس ايفنت افتر فاكسينيشن،
ولو كان عندي neurological condition cerebral palsy uncontrolled seizure أو developmental delay في الحالات ديت ما أقدرش إن أنا أدي الفاكسين. تاني لازم أبقى فاهمه اللي هو البوليو ده قل كتير جدا، ولازم أبقى عارف إن البوليو ده من انتيرو فيروسز، ومن الانتيرو فيروس يعني بيجي عن طريق الأورال، والانتيرو فيروس معظمها بيأثر على الجي أي تي، وعشان كده يعمل لي جي أي تي مانيفستيشن جانب الجنرال مانيفستيشن بتحصل في أي انفكشن، ويعمل لي نيورولوجيكال مانيفستيشن وهنا بيعمل لي باراليسيس. طبعا الانجكتابل بوليو فاكسين ده مهم جدا، لكن مش هيعمل لي لوكال اميونيتي في الجي اي تي بخلاف الاورال بوليو اللي هيعمل لي لوكال اميونيتي في الجي اي تي، وده مهم جدا نديه عن 2 4 6 18 شهر الفور دوز بتوعنا، وممكن عند 4 سنين ادي جرعه ثانيه كمان. الفاكسينز المهمه برضو الهيباتايتس بي، والهيباتايتس بي حقيقي لما بدأنا ندي رحمنا الناس في داخل بلاد ترانسفيوجن ان يبقوا اميون ما يحصل لهمش هيباتايتس، وقللنا الكورونيك ليفر ديزيز بكميه كبيره جدا، والسايد افكت بتاعته هي زي اي سايد افكت بتاعت الفاكسينز اللي هي لوكال وحاجات جنرال بسيطه جدا، فيري رير ان هو يعمل لي جنرالايزد لينفينوباسي او انلارجد اوف لينف نودز او ياثر لي على البريفرال نيرفس سيستم، وده يعني فيري رير وماينور سايد افكت. من الحاجات المهمه لو كانت الام هيباتايتس بي بوزيتيف ووالده طفل، لازم من غير ما اعرف السيتويشن بتاعه هديله ساعه الولاده على طول الاميونوجلوبين وهديله الفاكسينز، ودي بتساعدنا كتير انها حتى لو واخد من امه الانفكشن الاميونوجلوبلينز هتعمل نيوتراليزيشن للفيروس. النموكوكال ديزيز، النموكوكال من الاورجانيزم بتعمل نمونيا ولها حاجات كتيره بتعمل لنا مشاكل حقيقي، حاجه اسمها بروتراكتد بكتيريا برونكايتس من الحاجات اللي بتعمل لنا كرونيك كاف بخلاف النمونيا، وعشان كده بيعملوا الفاكسين كونجوجيتد. كونجوجيتد فاكسين ده اللي مسته ان هو يخلي لي الاميونيتي هتبقى لفتره طويله، وتعدي لي الفتره بتاعت احنا النموكوكا دي موجوده في البري سكول والسكول ايج حوالين الست سنين دول. لو انا حميت الطفل لحد ما يوصل لمرحله الادوليسنت في الغالب النموكوكا مش هتبقى ذات مش هتبقى هازاردس بالنسبه له. وبنديه عند نموكوكل من الحاجات اللي بنديها 2 4 6، وبندي جرعة عند سنة كبوستر دوز. الكلام اللي فات ده كله بنتكلم على فاكسين بنديها لكل الأطفال، لكن لو أنا عندي طفل في certain situation زي طفل عنده spleen disorder أو شايل spleen أو عنده sickle cell disease عامل auto splenectomy او عنده هارت او لانج ديزيز او دايابيتس او عنده اميون ديس اوردرز او عامل ترانسبلانت، الحاجات دي كلها دول هاي ريسك جروب بنديهم، ودول لهم حاجات معينه بنلاحظ بنراعي فيها. الليف اتينويتد فاكسين بتبقى لها بريكوشنز كتير قوي فيهم، والكيلد فاكسينز ممكن بنديها لهم واحنا في امان. من الحاجات المهمة الهيباتيتس A، الهيباتيتس A ده مرض بيجي للأطفال بالذات في السكول ايج، وده حاجة بيحصل له اوت بريكس منه. لو الطفل خد الهيباتيتس A بقينا بنقلل، احنا زمان كنا بنشوفه كتير جدا، دلوقتي بعد ما الناس طعم الهيباتيتس A ده مخلي الانستنس بتاعت الانفكتيف هيباتيتس A تشيلدرن قليلة جدا، وبنشوف كل سنة كام حالة كده بعد ما كنا بنشوف في سيزون المدرسة كل يوم حالة أو كل أسبوع 3 4 حالات. الهيموفيلس انفلونزا ده مرض عامل لي حاجات كتيرة جدا، مننجايتس، ابيجلوتايتس، نمونيا، امبايما، بريكاردايتس، بكترينيا، سيبتك شوك وسيبتك ارثرايتس، من الحاجات اللي فعلا مهمة، وعشان كده دخلوه في السكيديول في مصر دلوقتي في الكومبالسوري فاكسينز 2 4 6. في منه افيلابل تو فاكسينز ممكن نديهم، لو واحد نقص ممكن ندي التاني ما عندناش مشكله خالص.
زي ما بقول ان ممكن ندي من عند 6 اسابيع، لكن في الغالب احنا بندي الهيموفلس عند 2 4 6. الروتا ده فيروس بيعمل لي جاستروانترايتس كومن او بيزيد فترة الشتاء، وده لحد سنة 84 86 كان عندنا مشكلة خطيرة جدا في الجاستروانترايتس سواء في الصيف والشتاء، كانت مرتدة ريت عالية جدا. لما حصل كامبين كان سبونسر عليه ال WHO واليونيسيف في مصر قللوا لنا المرتدة نتيجة الجاستروانترايتس، ولحد بداية الألفية كان الفاكسين اللي بيتعمل كله بيعمل لي انترسبشن. الفاكسين اللي موجودين دلوقتي نوعين للفاكسين للروتا، النوعين نسبة الانترسبشن معاهم قليلة جدا، في نوع بنديه جرعتين وفي نوع بنديه 3 جرعات، ودي ليف اتنويتد فاكسين. هنا هنلاقي زي ما بقول لكم ان في عنده نوعين، بدي ابتداء من 6 اسابيع، في الغالب بندي عند 2 شهر، ندي الفرق يكون بين الجرعة والتانية شهر 28 يوم بالظبط، شهر لو ادي روتا ريكس او روتا تك بنديهم في 3 جرعات وفي جرعتين، في اكسين بدي 3 جرعات وفي اكسين بدي جرعتين، بشرط ان عند 6 شهور دي بتكون اخر جرعه بنديها. الانفلونزا لازم عارفين احنا عندنا القطب الشمالي والقطب الجنوبي، الانفلونزا سيزون بتبقى من اكتوبر لمايو في القطب الشمالي اللي احنا فيه، بالعكس بتبقى السيزون الشتاء تحت بيبقى في النص الثاني من السنة، مع بداية السيزون بتاعنا في القطب الشمالي اللي هي أكتوبر لازم قبل أكتوبر نكون طعمنا، والفاكسين اللي بيتاخد بيكون جاي من السترينز اللي كانت بوتنت سترين وفيرينت سترين في السنة الأخيرة، وعشان كده ده أنا شايف إن هو حاجات مهمة جدا بيغطي لي الانفلونزا A والانفلونزا B، وده مهم جدا جدا علشان نقدر نقلل السايد افكت والمورتاليتي ريت نتيجة. في منتهى الأهمية المامبس والميزلز والروبيلا، الميزلز ما عدناش بنشوفه بعد ما ادينا الميزلز فاكسين والام ام ار، الروبيلا قلت كتير بعد ما اديناهم، المامبس قل كتير، واللي كان بيعمل لي انفرتيلتي في التين ايجر تشيلدرن لما كان لانه نتيجة الإديمة اللي بتحصل حوالين التستس في الويل فورمد تستس والتيونيكا اللي بتكون ويل فورمد كان بيعمل لي انفرتيلتي. مهم جدا الفيروس ده الفاكسين ده كان اتهم ان هو بيعمل اوتيزم اللي هو التوحد، لكن ثبت ان هو ملوش اي علاقة خالص بالموضوع ده. واحد من التطعيمات الخطيرة جدا جدا تي بي من الامراض اللي كان في الثمانينات في اولها، كانت امريكا حست ان الموضوع اتحل وما عادش فيه تي بي، فخلاص كانوا بطلوا تطعيم. حتى لما كانت كتب زي نيلسون بتاع الاطفال لما كان ينزل امريكا في الوقت ده، الشابتر بتاع التيبركلوز كان عبارة عن صفحة وربما نص صفحة، وبعدين اضطروا يغيروه لان حصل تاني رجع البي سي جي، انا اسف التي بي في امريكا بقى من الامراض المعدية اللي موجودة هناك، عندنا موجود، وعشان كده البي سي جي باسيلس كالمت اندي جرين ده مهم جدا، ولازم نديه انترا ديرمال نبقى عارفين ان هو يعمل لي ده برايمري كومبلكس، يعني حاجه في السكان والليمف نود والليمف شانلز اللي هي الثلاثه اللي هي بيسموه تريات، البرايمري كومبلكس له تريات، البرايمري سايت والشانلز بتاع الليمف نود لحد الليمف نود نفسها. ده الرياكشن اللي بنشوفه، ممكن نلاقي فيه ulceration كازيشن بتحصل، ده ما نقربش منه وما نعملش اي حاجه، حتى لو لقينا الليمف نود نعمل ريأشورنس ما بيكونش عندي اي حاجه طالما المايلد رياكشن بهذا الشكل، الا اذا كان في اعراض ثانيه زي الليمف نود بنلاقيها تبقى انفليمد قوي وتبقى اباوت انها تبقى تفتح بساينس على الجلد، في الحاله دي اللي ممكن ندخل بحاجه انتي بيرتس دراج عشان نمنع السيفير سايد افكت. تطعيم تاني مهم تشيكن بوكس، احنا عارفين تشيكن بوكس ده من الحاجات ماكرو بابلو فيزيكولار راش،
ومن الحاجات اللي كان بتيجي كتيرة، كان حتى في حفلة اسمها حفلة الحصبة زمان، حفلة الجديري، لما يجي طفل عنده حاجة الجيران يزوروه عشان يجي لهم الولاد نخلص منهم، يبقى مرة واحدة. بعد ما بدأنا الفاكسينيشن دي كلها قللنا كتير الأعراض دي، لكن نبقى عارفين التشيكن بوكس ممكن يرجع لي في الطفل اللي بياخد الفاكسين بنسبة 7 ل 15% اللي بيسميها الويندو دول فيلير ريت، فممكن يحصل لهم بيبقوا فاكسينيتد لكن ممكن يجي لهم بس ان مايلد فورم، ما نخافش من كده. وده الفكره ان احنا بندي بوسترنج دوز من الفاكسينز وبالذات التشيكن بوكس. انا كنت سعيد معاكم النهارده في الليكشر بتاعت الفاكسينيشن، نفسي انها تكون وصلت لكم. مفيش لازم عارفين الكومبالسري فاكسينز اللي موجوده عندنا في مصر اللي بنديها البي سي جي والبوليو والدي بي تي والهيمافلس انفلونزا والام ام ار، بنزود عليهم والهيباتيتس بي، بنزود عليهم ان احنا بندي حاجات خارج الكومبالسوري دي، البريفينار والروتا والمنينجايتس والتشيكن بوكس، دي كلها حاجات بتساعد ان الطفل كل ما اديناه له فاكسين متاح كل ما قللنا الامراض المعديه عنده، كل ما قدرنا نحافظ على صحه الطفل. أتمنى لكم نجاح وتبقوا من أفضل الدكاترة اللي موجودة في مصر وعلى مستوى العالم، وأنا تحت أمركم. لو في أي استفسار هسيب لكم تليفوني تبقوا in contact معايا، أنا سايبه قدامكم أهو علشان تتصلوا عليا لو عاوزين أي حاجة، ولو عاوزين ندخل ويبينار نشرح الكلام ده أنا ما عنديش مشكلة.